مساء الخير على حضراتكم. مبسوط جدا ان انا موجود النهاردة معاكم. جو جميل، ويعني بصراحة يعني الجولة اللي انا شفتها النهاردة مخلياني احمل طاقة ايجابية كبيرة. يعني من كام سنة كانت المنطقة دي عبارة عن مجرد صحراء، النهاردة أنا شايف فيها عمارات وشايف فيها مساكن وشاليهات، شايف فيها طلب وخلق لوظائف وطلب على أنشطة تجارية، شايف فيها شباب بيمارس أنشطة رياضية كتير، شايف الرجل والحياة بدأت تدب في منطقة إحنا قدرنا يعني من خلال تحركات بسيطة جدا قدرنا إن إحنا نخلق هذا الموضوع. بس إحنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم أوي، إزاي قدرنا نعمل حاجة زي العالمين؟ يعني من خلال موقعي كوزير للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتحديدا علشان التواصل السياسي لازم أقول إن إحنا ما قدرناش نقف في المنطقة دي دلوقتي ونشوف الأجواء دي إلا بسبب عدد من العناصر. رقم واحد إن إحنا عندنا استقرار أمني واستقرار سياسي. رقم اتنين عندنا خطة للمستقبل. رقم ثلاثة إن إحنا حاطين التنمية الشاملة في يعني مخططاتنا وقادرين وراغبين على تنفيذ التنمية الشاملة. والحقيقة إن مش ممكن العوامل دي كانت تتحقق إلا بإرادة سياسية صلبة، واسمحوا لي إن أنا أتوجه بجزيل الشكر والعرفان والتقدير، ودي الحقيقة مش مجرد شعار بيتقال، ده عمل دؤوب شفناه مش في العالمين بس، إنما شفناه في مناطق كتيرة جدا. يعني لولا الاستقرار الذي تمتعت به هذه البلاد من وراء إرادة سياسية حقيقية ما كانش ممكن طوبة واحدة تتبني في هذا الموضوع. طبعا بشكر صديقي وأخي عمرو بيه الفقي والشركة المتحدة على هذه الفعاليات، اصطحبونا النهاردة في جولة شفنا فيها معالم مدينة زي ما قلت لحضراتكم ما كانتش موجودة من كام سنة، زي ما عمرو بيه كان بيقول لي كانت عبارة عن حقل ألغام. ده حقيقي، ما كانش فيه أكتر من الرمل والألغام. النهاردة بقينا شفنا علامات تجارية كبيرة، شفنا فنادق محترمة، شفنا طبعا الجو الجميل الرائع اللي احنا ما ينفعش ان احنا نفوته، ألوان المية اللي مش موجودة في حتة في العالم غير هنا. احنا يعني لازم نتقدم للشركة المتحدة وأطقمها على ان هم قدروا يسلطوا الضوء على هذه المدينة، وقدروا يعرفوا المواطن المصري ان في مدينة ساحرة جديرة بالزيارة اسمها مدينة العالمين. فبشكر حضرتك شكرا جزيلا. حابب ان انا اتكلم معاكم عن وزارتي، وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي. الشؤون النيابية زي ما حضراتكم عارفين ان في سلطة تشريعية ممثلة في غرفتي البرلمان، وفي سلطة تنفيذية ممثلة في الحكومة، وفي علاقات متبادلة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. حلقة الوصل ما بين السلطتين هو العبد الفقير وزير الشؤون النيابية. طبعا هذا التعاون بيتم من خلال القوانين واللوائح والقرارات والبرامج الحكومية، ففي شق قانوني مهم جدا احنا بنقوم بيه بالتعاون مع غرفتي البرلمان. اللي أنا حابب أأكد عليه النهاردة حقيبة التواصل السياسي. حقيبة التواصل السياسي هي حقيبة مستحدثة، ما كانتش موجودة بهذا المسمى في الوزارات المصرية من قبل. طب يعني إيه التواصل السياسي؟ الأول علشان أولا دستوريا الذي ينشئ الحقائب الوزارية ويضمها ويفكها ده اختصاص السيد رئيس الجمهورية. فبالتالي معنى أن السيد الرئيس يخصص حقيبة تحت مسمى التواصل السياسي لازم نفهم ده ان دي إشارة سياسية لمزيد من الانفتاح وإيجاد
قنوات تواصل مستدامة ما بين القاعدة الشعبية وما بين القيادة وما بين أجهزة الحكم. الحقيقة أن تجربة التواصل السياسي ما هياش وليدة النهاردة. إحنا عندنا تجربة بقالنا 3 سنين بنمارسها اسمها الحوار الوطني المصري. الحوار الوطني المصري مبادرة رئاسية دعا فيها السيد الرئيس كل فئات الشعب المصري إن هم يجتمعوا ويتناقشوا ليرتبوا أولويات العمل الوطني في المستقبل في المجالات السياسية، في المجالات الاقتصادية، في المجالات المجتمعية. الحقيقة إن هذه الآلية لولا الدعم الذي حظيت به من السيد الرئيس كانت طبعا يعني كان ممكن ما تبقاش بنفس الزخم وبنفس القوة. الحقيقة كان الناس المختلفين دول كانوا قاعدين متشككين في بعض، ما كانوش عارفين هم يعني هيتعاملوا مع بعض ازاي. لما قعدوا مع بعض واتناقشوا في المشكلات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية قدروا يعرفوا ان ما يجمعهم ويشتركون فيه أكتر بكتير من الحاجات اللي هم مختلفين عليها. علشان كده كان الشعار العبقري بتاع الحوار الوطني مساحات مشتركة، الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. الحوار الوطني أخرج عدد من المخرجات. المرحلة الأولى كان فيها مخرجات كثيرة جدا، كان فيه عندنا حوار اقتصادي.